قضية ندرة الأدوية يجب القضاء عليها نهائيا، وذلك عن طريق تشجيع الصناعة الوطنية، تنمية الكفاءات الوطنية، وكذلك محاربة كل أنواع الاحتكار من طرف أي أشخاص أو أي أطراف أخرى، وكذلك محاربة الإمبريالية العالمية الموجودة في هذا المجال. كرئيس جمهورية لازم تكون عندك قرارات اللي بناء عليها توقف نهائيا هذا الأمر. لا يقبل تماما أنه يكون دواء مفقود في السوق، أمر هذا مرفوض تماما.